السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نستكمل الآن الجزء الثاني من محاضرات الكلينيكال ترايلز وأنواع الكلينيكال ترايلز. في عندنا سنجل بلايندينج، دبل بلايندينج، اند تريبل بلايندينج، وحنشوفهم بإذن الله واحد واحد. سنجل بلايندينج لما يكون البيشنت ما يعرف أي علاج قاعد ياخذ، هو قاعد ياخذ العلاج الحقيقي ولا الوهمي، لكن الطبيب يعرف. الدبل بلايندينج متى؟ لما يكون الطبيب والمريض الاثنين ما يعرفوا مين اللي يسوي لهم التوزيع ويحدد انه المريض هذا رقم ثلاثة هياخذ العلاج الوهمي، رقم مريض رقم أربعة هياخذ العلاج الحقيقي، يكون مثلا مركز الابحاث الاحصائي او دراج انفورميشن فارماسيست عادة اذا كان الميديكيشن هو اللي اندر انفستيجيشن. Thus double blinding ensures that the patient or their يعني therapy groups whoever كانوا are both handled and observed in the same manner. كده نتأكد إنه البيشنت وال يعني البيشنت المرضى كلهم قاعدين يتناولوا العلاج بتماثلية، ما في تحيز من قبل الطبيب، لأنه في المرة الأولى أو في النوع الأول لما قلنا single blinding الطبيب يعرف، احتمال الطبيب يتحيز للمريض اللي يكون ياخذ العلاج الحقيقي، لكن لما يكون الطبيب ما يعرف فتلافينا هذا التحيز. فعنا طبعا شيء ثالث بسموه احيانا تريبل بلايندينج، لما يكون الاستاتيشن عارف مين اللي بياخذ العلاج الوهمي ومين بياخذ العلاج الحقيقي، فاحيانا تلاقيه يتلاعب في الريزلتس، فحتى في هذه يخلوا الاستاتيشن ما هو عارف. وفي احيانا البلايندينج ماي بي اكستندد للانفستيجيتورز. ايش المقصود بالانفستيجيتورز؟ يعني الحين انا من الباحثين او الشركه اللي تبغى تسوي البحث، جبت الطبيب، جبت المريض، جبت الاحصائي، لكن انا عارف من النتائج، انا عارف مين قاعد ياخذ علاج وهمي مين قاعد ياخذ العلاج الحقيقي، فتلاقي تحيز في تحليل الدراسات او في نشر او في كذا. هذه دائما تصير لما يصير خلافات بين الشركات، فتلاقي الاثوريتيز هي اللي تتولى التجارب هذه والانفستيجيتور يكون هو بلايندد. الراندومايزيشن مثل ما ذكرنا مسبقا هي الطريقة التي يوزع فيها المرضى بالصدفة كذا، ما في أحدد والله أنا هذا عمره 15 بأخذ، هذا عمره 18 بأخذ، لا خلاص عشوائيا أخذ الأوراق. مثلا أحيانا التوزيع العشوائي يكون يما بأنظمة كمبيوتر معينة أو بالطريقة المبسطة هذه، تختار لك عشوائيا الأرقام، يطلع لك رقم 5 كذا، رقم 6 كذا، رقم 7 مع جروب A، رقم 8 مع جروب B، توزيع عشوائي. طبعا الراندومايزيشن له تصنيفات كثيرة جدا لكن ما حنتشعب لها الآن. الراندومايزيشن ايش فائدته؟ ensures that the patients will be allocated to the different group in a balanced manner. مثل ما قلنا هيتوزع على المجموعتين بطريقة متوازنة، المجموعة الأولى فيها جميع الأعمار، المجموعة الثانية فيها جميع الأعمار، ما في تحيز. المجموعة الأولى فيها مرضى بجميع الأمراض والمجموعة الثانية فيها مرضى بجميع الأمراض، يعني كل التباينات موجودة في المجموعتين. Randomization is intended to maximize homogeneity. يسموها اللي قصد فيه انه الهوموجينيسي معناته التماثل، مقصود فيها ايجاد التماثل بين المجموعتين، المجموعه العلاجيه ومجموعه العلاج الوهمي، انه مو بس اللي في مجموعه العلاج هم فيهم المرضى اللي يطلعوا نتيجه العلاج كويسه مثل المرضى الصغار او المرضى الكبار او واو الى اخره، ومجموعه العلاج الوهمي لا فيها الناس الثانيين اللي ما يظهر فيهم، لا لازم يكون في تماثل في توزيع المجموعات. دائما لما تيجي تبغى تشوف اي كلينيكال ترايل سوي لها اسسمنت، الاسسمنت دائما يسووه ثرو الكونسورت ستيتمنت، وانا انصحكم كلكم تدخلوا على الموقع هذا اللي هو www.consort-statement.org وتشوفوا ايش الكويستشنز او الالوكيشنز للستادي، كيف يتم اختيار الدراسات، كيف يتم استبعاد بعضها، كيف يتم تنقيتها وتصفيتها على اساس نسوي الكلينيكال ترايل، او كيف يتم اختيار، عفوا كيف يتم اختيار الاشخاص. الدراسات هذه في الميتا أناليسز، بس كيف يتم اختيار الأشخاص، كيف يتم توزيعهم، إيش المحاذير التي تستخدم أثناء إجراء التجربة، كل هذه حنلاقيها في الكونسورت. الكنترول جروب، ما المقصود في الكنترول جروب؟ ستاندرد باي ويتش اكسبيرمنتال ريزرفيشن ار ايفالويتد. الكنترول هي دائما نسميها المجموعة المعيارية اللي نقارن فيها التجربة. يعني مثلا انا جبت كنترول جروب واعطيتهم العلاج الوهمي، وجبت اكسبيرمنتال جروب واعطيتهم العلاج الحقيقي، لقيت في الكنترول جروب
الناس اللي أخذوا العلاج الوهمي اللي ما فيه المادة الفعالة تساقط شعرهم، ولقيت في العلاج مجموعة العلاج الناس هذولي كمان تساقط شعرهم. فإذا معناته تساقط الشعر ما هو من العلاج، هي بسبب البيئة، بسبب الأكل اللي ياكلوه، بسبب وات ايفر موجود، لأنه مجموعة العلاج الوهمي كمان تساقط شعرهم، معناته ما هو ادفيرس افكت من الدواء. كذا ما ينظلم الدواء، كذا تضمن إنه أنت ما ظلمت الدواء ولا يعني صار في لخبطة في النتائج. ف one group of patients will be given experimental drug، مثل ما قلنا مجموعة من الناس هياخذوا العلاج اللي تحت الدراسة، وال control group هياخذوا either standard treatment for illness or placebo، يا اما نعطيهم العلاج الوهمي او احيانا نضطر نعطي علاج حقيقي. يعني انا مثلا عندي مريض قلب، مو منطق اجيبه واقول له والله بدخلك تجربه وبعطيك علاج وانا اضحك عليه قاعد اعطيه علاج وهمي، لا لازم ياخذ علاج، ولا ممكن هذا ان ايثيكال، ممكن يصير فيه مشكله. طب كيف حقارن؟ الاقي المجموعه A قاعده تاخذ درج A اللي هو كنترول جروب، ومجموعه B قاعده تاخذ درج B. طبعا مجموعة A درج A أنا عارفة بالضبط إيش الريزلتس اللي هتطلع بسبب درج A، فأي فارينس يطلع في مجموعة B هتكون هي بسبب الدرج الثاني. طبعا the selection of control group must be ethically defensible، يعني لما أختار مجموعة كنترول مثل ما قلنا لازم يعني تخضع لكل الشروط الأخلاقية، انه ما يكون عليهم اي اذى، ما يندفع لهم فلوس اكثر عشان يرضوا يدخلوا، والى اخره. suitable for us answering most important question in the study، مثل ما قلنا يعني تكون الكنترول جروب هي جروب عايشه في نفس البيئه، نفس المحيط، خاضع لنفس الظروف عشان اقدر اقارنها وتجاوب لي السؤال اللي مطروح في الدراسه. hysterical control، hysterical control ايش يعني؟ يعني انا مثلا احيانا في البعض ممكن يقول لك لا صارت النتيجه هذه لانه البوبوليشن اللي استخدم فيه الميديكيشن مختلف عن البوبوليشن اللي استخدم، سوري، البوبوليشن استخدم فيه ميديكيشن ايه مختلف عن البوبوليشن في ميديكيشن بي. فالبعض قد يلجا للهستيريكال كنترول فور تو ريزونز. الريزون الاول انه مثلا نخاف من البايز، فنيجي ناخذ المجموعة الأولى ونعطيهم العلاج وننتظر فترة معينة وناخذ ريزلتس ونسجلها، وبعد فترة ثانية نيجي نعطيهم العلاج الثاني ونقارن العلاج الأول بالعلاج الثاني أساس نقول إنه نفس البوبوليشن. لكن برضو هذه تعرض كبير للبايس. ليش؟ لأنه في الحقبة الأولى اللي أعطيت فيها العلاج أجسام المرضى كانت غير، كانت الخدمة العلاجية مختلفة، كانت الريبورتينج للادفيرس افكت كان اقل، الافيكاسي الديترمينيشن حقها كان مختلف غير عن الحقبه الثانيه. فدائما تفضل النون هيستوريكال كنترول اللي هي تكون كونكوميتنت كنترول او في نفس البيئه في نفس الوقت في نفس الظروف على اساس اضمن توحيد البيئه اثناء المقارنه. informed consent، ما المقصود بالinformed consent؟ هي بسموها المعرفه المستنيره، اللي لما نيجي ندخل اي مريض في دراسه من حقه اني اجي واقول انت بتدخل في دراسه بنعطي فيها العلاج الفلاني، ممكن تتعرض للاثر الفلاني، ممكن يصير في كذا، الهدف من الدراسه كذا 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 كذا، كل شيء بروتوكول الدراسه ينص على واو والاخر. لازم المريض يكون عارف ابدا ما يجوز وتعاقب وتلاحق اخلاقيا في حاله خداع المريض وغشه وادخاله في تجربه هو ما يعرف. فالمريض يجب ان يعرف كل حقوقه، كل ما له، كل ما عليه، حر يدخل في الدراسه معك او لا. طبعا يقال له انه اذا تعرضت للمرض الفلاني او للاذى الفلاني اثناء الدراسه لك كذا لك كذا لك كذا، كل هذه الاشياء هتكون موضحه. طبعا الاشياء اللي هتعرفها ثرو الانفورمد كونسنت وايش حقوق المريض، يفضل انه كل واحد يدخل على البايو اثكس ويب سايت حق مدينه الملك عبد العزيز للعلوم التقنيه ومركز الابحاث هناك، ويدخل جود كلينيكال براكتس اسسمنت اند اكزام، هيتعلم معايير واخلاقيات البحث العلمي وايش الكونسنت فورم لازم يكون فيها، ويعني معلومات حتكون مره مفيده لكم. نيجي نتكلم على الابسوليوت ريسك ريدكشن. عندنا احنا دائما في الابحاث نسمع حاجتين، ريليتيف ريسك ريدكشن وابسوليوت ريسك ريدكشن. طب احنا يهمنا الابسوليوت ريسك ريدكشن عشان هنستخدمه بعد كده في حاجه اسمها نمبر نيد تو تريت، وهنفهمها ان شاء الله فيما بعد. الابسوليوت ريسك ريدكشن ايش هو؟ هو الديفرنس ان سايز اوف ريسك بتوين تو جروبس. احيانا حتلاقونا نحط الكنترول في الاول ونطرح منهم
سوري الريزلت حقت الكنترول تروح من الريزلت حق الاكسبيرمنتال جروب، واحيانا نسوي العكس. ليش؟ لانه احنا ما يهمنا، يهمنا الماجنتيود، ما يهمنا طبعا اذا هو طلعت بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف. فمثلا عندنا حنيجي نقول فور اكزامبل اف جروب هاز، طبعا هذه المعلومه اللي هو ما يهمنا ويهمنا الماجنتيود لما نيجي نحسب النمبر ايدي تو تريد. لكن مثلا فور اكزامبل اف وان جروب هاز 15% ريسك اوف كونتراكتنج بارتيكولار ديزيز، يعني عندنا خمس مرض او مجموعه من الناس على يعني عرضه بنسبه 15% هتصاب بالمرض، بينما عندنا المجموعه الثانيه بسبب ما تعرضها لعلاج معين للايف ستايل وات ايفر صارت العرضه انها تصاب بالمرض 10%. فكم صار الريسك ريدكشن؟ نقول 15% ناقص 10% حيطلع عندنا 5%، فهذا هو الابسوليوت ريسك ريدكشن. ستدي ارم، دائما نسمع ارم تستدي، ستدي ارم اذرع الدراسه يسموها، ايش المقصود في ستدي ارم؟ هي جروبات الدراسه، المجموعه اللي تاخذ العلاج الوهمي والمجموعه اللي تاخذ العلاج مثلا الحقيقي. احيانا يكون عندك ثلاث مجموعات تقارن في بعضها، وثلاث انواع من العلاجات كلهم علاجات حقيقيه لكن تقارن النتائج بين ثلاث، يعتمد اللي هي مجموعات العلاجيه الداخله في الدراسه. ايش معنى اتريشن؟ اتريشن هو فقدان المرضى اثناء الدراسه، يعني انا دراستي هذه بداتها ب 100 مريض، عند نهايه الدراسه كانوا عندي 96، كم الاتريشن؟ عندي 4 مرضى. فهذا ما نسموه الاتريشن. هذول المرضى ليش طلعوا من الدراسه؟ الله اعلم، ماتوا، نقلوا من البلد، ما تحملوا السايد افكت، طابوا بسرعة، ما ندري إيش السبب. فهو طبعا كل دراسة هذه بتكون من limitations أحيانا فيها، ويضطروا يعرفوا مثلا ليش الناس حصل عندهم attrition، وأحيانا ما يقدروا حتى يعرفوها. هي loss of participant during the course of the studies or called patient loss to follow up، ما احنا قادرين نتابعهم، أحيانا ما ندري عنهم، تحاول تتصل في المريض ما يرد، تبعث له إيميل ما يرد. Participants that are lost during the study are often called dropout. حنسموهم dropout participants. Baseline. إيش المقصود في baseline؟ Information gathered at the beginning of the study from which variation found in the study are measured. كيف يعني؟ أنا الحين أبغى أشوف هذا الدواء يقلل الضغط. طيب عشان أعرف أقارنه إنه يقلل الضغط لازم أقيس الضغط في البداية قبل ما نبدأ الدواء، قبل ما نبدأ التجربة. هذا بسميه baseline. عشان هخليه عندي عشان أقارن بعدين، هذا الضغط اللي عندي كان 180 على 95، بعد ما أخذ الدواء كم صار؟ فلازم أقارنه في هذا 180 على 95 بالنتائج الجديدة، عشان نسميها baseline. Initial time point in a clinical trial، دائما هذه before the participant start to receive experimental medication. Causal effect، مثل ما قلنا causal effect اللي هو أو causal، بعض يسموها causal effect. Causal effect اللي هو التأثير السببي، يعني هي association between two characteristics that can be demonstrated to be due to cause and effect. يعني في عندي الدواء هو السبب، الإفكت هبوط الضغط، أو مثلا يعني انضبط الضغط، فإن الكوز الدواء هو اللي أدى إلى انعدال الضغط، فنسميه cause and effect. Such as a change in one cause the change in the other. طيب مثلا أنا زدت الجرعة حقت الدواء زاد الهبوط في الضغط، فهذا هو عشان كده نتأكد إنه هذا الكوز هو اللي أدى إلى تغير الضغط. Causality can be demonstrated by experimental studies. لو سمعت إنه causality by observational study هذا خطأ. عشان كده تلاقي أحيانا ما يجي يقول لك بعض الأدوية سببت كذا وكذا وكذا، روح اقرأ الدراسة، هل هي observational؟ إذا ما اسمه سببت، تزامن حدوثها مع كذا، قد يكون سبب قد ما هو سبب، فما أظلم الدواء. لازم يكون في causality studies أو في high standard observational studies، إن شاء الله هتعرفوها بعدين. However causality can often not be determined from observational study، مثل ما قلنا ذكرناها إنه causality not often، يعني في بعض الدراسات اللي تكون very well conducted ولها معايير عالية جدا 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 من observational study، عشان أتجرأ وأقول causality وأقولها بحذر كمان. إيش معنى confidence interval؟ أبغاكم confidence interval تفهموها كويس، بقولها بطريقة مبسطة وإن شاء الله بإذن الله تفهموها. confidence interval هي النطاق أو الانترفل، يعني يسمون مدى اللي أنا أكون واثقة إنه نتائج التجربة حقتي تقع في هذا النطاق مهما عدت التجربة. طبعا احنا نسمع في شيء اسمه confidence interval 95%، شيء اسمه confidence interval 90%، شيء 99%. كل ما عندي confidence interval كل ما كنت انا واثقه من مقادير التجربه حقتي اللي بتعطيني نفس النتائج.
يعني مثلا انا لما اقول 95% confidence interval معناته مثلا والنتائج حقتي تقع بين، خلينا نقول مثلا انا سويت تجربة ونزل الوزن بين 5 إلى 10 كيلو، هذه لو عدت التجربة 95 مرة حتكون نطاق النتائج بين 5 و10 كيلو، ما حتحود عنها. هذا معنى 95% confidence interval. لما يقولك 90% لو عدت التجربة 90 مرة حتكون نتائج ضمن ال 5 و10 كيلو، 99% معناته لو عدت النتائج 99 مرة يعني واثق معي بس مرة واحدة فيها خطأ، اللي حتكون النتائج ضمن ال confidence interval. فال confidence interval تعني مدى ثقتي من الانترنال فاليديتي حقت التجربه حقتي. استيميت اوف ان نون كوانتيتي such as odds ratio comparing an experiment intervention with the control. طيب ابغاكم تفهموا ايش معنى الاودز ريشيو. الحين انا جيت التجربه حقتي وسويتها على 100 مريض، اوكي السامبل حقتي 100، جيت انا من ال 100 هذول طلع اوكي لما اجي اسوي التجربه عندي تو ارمز مثل ما قلنا، ارم قاعد ياخذ الكنترول وارم قاعد ياخذ الاكسبيرمنتال ميديكيشن. الارم اللي قاعد ياخذ الكنترول 100 شخص والارم اللي قاعد ياخذ الاكسبيرمنتال ميديكيشن 100. الناس اللي قاعدين ياخذوا الكنترول 15 واحد منهم طلع فيه ادفيرس افكت. الناس اللي قاعدين ياخذوا الاكسبيرمنتال 5 منهم طلع فيه ادفيرس افكت. فايش هو الاودز؟ ايش هو الشاذ؟ يعني شاذ هذا المفروض 100 كلهم يطيبوا بدون ما ادفرس افكت، الشيء الشاذ فيهم انه 15 منهم طلع فيهم ادفرس افكت. ايش هو الاودز هنا؟ هم ال 15 صح؟ طيب وايش الاودز في المجموعه الاكسبيرمنتال؟ هم الخمسه. كيف احسب الاودز ريشيو؟ اقسم ال 15 على الخمسه يطلع لي الاودز ريشيو، الشاذين في هذه المجموعه على الشاذين في هذه المجموعه، فعاده هذا نسميه الاودز ريشيو. طب الكونفاوندر ايش معنى الكونفاوندر؟ الكونفاوندر هو العامل الدخيل. هنلاقي في بعض التجارب في عوامل دخيلة تأثر على التجربة، لذلك لازم نحطها في الاعتبار عشان ما نظلم اللي احنا قاعدين نفحصه، السبب اللي احنا قاعدين نفحصه، او ما نعطيه حقه بزيادة. يعني مثلا يكون انا قاعد افحص تأثير دواء ضغط على ارتفاع الضغط، الاقي والله هذا المريض طبيعته يحب مثلا كل يوم يشرب كركديه. طب كركديه هذا عامل دخيل ممكن حينزل من ضغط ويبان كأنه كله من الدواء، هو ما حقته من الدواء. فأنا لازم أثبت العوامل الدخيلة. كيف أثبتها؟ يا إما أمنع المرضى يا أخذوا كونفاوندرز أو يتعرضوا لكونفاوندرز كويس، أو إذا كنت أسوي اكسبيرمنتال ستادي. أما إذا كنت أسوي اوبزرفيشن ستادي فححسب قديش نسبة الكركديه في تنزيل الضغط، مثلا 2% 3% واطرحها من النتائج عشان ما يكون والله الدواء هذا 100% بنزل الضغط، لا بنزل الضغط 97% لانه في 3% حقت الكركديه زي كذا. فهذا مهم جدا ان انتبه له. For example if people in the experimental group of a control trial are younger than those in the control group this it will be difficult to decide whether a low risk of death in one group is due to the intervention or difference in the ages. Age is then said to be confounder. هنا الـ age هو العامل لأن اخترت السن الصغير، فالسن الصغير ما عندهم risk factors فبين الدواء حقي واو، بينما حقيقة هو الـ age confounder. فعشان كده دائما نقول نسوي randomization عشان كل مجموعة يصير فيها الأعمار الموزعة بالتساوي. هذا هو قلنا الـ randomization is used to minimize هذه الـ confounders. المشكلة في الكونفاوندرز هذه نخاف منها لما تكون الستادي نون راندومايز. في بعض الستاديز يقول لك this is non randomized trial لظروف معينة ما تقدر تسوي randomization، ما تقدر توزع بتوزيع عشوائي، يمكن ناس عندهم مرض نادر، يمكن كذا يمكن كذا. فهذه من الأشياء اللي لازم تحطها في بالك أثناء تقييم التجربة. كروس اوفر ترايل ايش المقصود فيها؟ كلمة كروس اوفر تذكر الكروس ايش يعني؟ كروس اللي هو على شكل ضرب. A type of clinical trial comparing two or more interventions in which the participant upon completion of the course of one treatment is are switched to another. كيف يعني؟ يعني عندي group A وgroup B. Group A أخذت علاج A وgroup B أخذت علاج B لمدة 3 شهور وقارنا النتائج وسجلناه ويا سلام. جينا بعد كذا لعلاج A أخذته group B وعلاج B أخذته group A بعد طبعا فترة تسموها wash period عشان نتأكد إنه تأثير علاج أول فضل من الجسم ما يصير
تأثير علاج أول قاعد ازدوج مع تأثير العلاج الثاني وأعطانا نتائج خاطئة. فالمجموعتين هاي كل واحدة تاخذ علاج الثاني وكذا كأنه تصير قسمناها على طريقة كروس، هذا هو عشان نضمن إنه النتائج يتم مقارنتها بدقة عالية. الكنترول دي ترايل مثل ما قلنا، متى نسميها كنترول دي ترايل؟ اذا كان في عندنا كنترول دي جروب نسميها كنترول دي ترايل، اذا ما كان في كنترول دي جروب نسميها نان كنترول دي ترايل. هذا لازم نكون عارفين. طبعا الكنترول حنقول انواعه كثيره جدا، احيانا يكون البلاسيبو هو الكنترول، هو العلاج الوهمي، ما في الحبه الدواء اللي ياخذها المريض الا المسوغات اللي هي الستارش والاشياء اللي يسموها الاكسيبينتس، واحيانا يكون ستاندرد اوف كير اذا كان مريض يعني مصاب بمرض ما يقدر يمشي بالكنترول بالبلاسيبو، فنضطر نعطيه العلاج الحقيقي ده نسميها اكتيف كنترول. اوبن كلينك ترايل ايش المقصود؟ اوبن كلينك ترايل قد تفهم حاجتين، قد تفهم انه المريض والطبيب عارفين كل واحد ايش قاعد ياخذ، ما في بلايندنس، كويس. وشيء ثاني انه احيانا يكون الكلينيكال ترايل ان ويتش انفستيجيت ديسايد ويتش انترفينشن از تو بي يوزد نون راندوم الوكيشن، يعني ما وزع العلاج بطريقه عشوائيه على الجروب، حدد ان جروب ايه حتاخذ علاج وجروب بي هي اللي حتاخذ علاج بي، فخلص يعني ما قال في راندومايزيشن. وجروب ايه هم محددهم ناس من نساء وجروب بي هم ناس من رجال، ما في توزيع عشوائي. فالراندومايزيشن عفوا الاوبن كلينيكال ترايل قد تعني حاجتين، قد تعني انه كل من الاشخاص عارفين انه مين اللي ياخذ العلاج الوهمي مين ياخذ العلاج الحقيقي، او اصلا من البدايه محدد للكل انه المجموعه هذه هتاخذ العلاج الوهمي والمجموعه هتاخذ العلاج الحقيقي، والانفستيجيتور عارف فما سوى اي توزيع عشوائي. في الاولى في توزيع عشوائي كويس، لكن المريض والطبيب عارفين، في الثاني ما في توزيع عشوائي. دبل بلايند ستادي قلنا عن هذا لما يكون الطبيب ما هو عارف مين اللي ياخذ الاكتف مين ياخذ الاكسبيرمنتال، والمريض ما هو عارف مين اللي ياخذ الاكتف مين ياخذ الاكسبيرمنتال. دبل دامي ايش يعني دبل دامي؟ افرض انا ابغى اقارن بين حبوب وبين بخاخ، فلو اعطيت المجموعه الاولى حبوب واعطيت المجموعه الثانيه بخاخ كل واحد عرف ايش علاجه فما قدرت اسوي لهم تعميه، فانا في هذه الحاله ايش اسوي؟ اجيب المجموعه الاولى واعطيهم الماده الفعاله هي الحبوب والبخاخ في علاج وهمي، واجيب المجموعه الثانيه اعطيهم الماده الفعاله في البخاخ والحبوب فيها العلاج الوهمي، فصير الاثنين استلموا التو دوزج فورم، لكن ما حد يدري مين اللي في العلاج الوهمي من العلاج الفعال. هذا يسموها دبل دمي لما تكون الدوزج فورمز مختلفه.